السلام عليكم، أنا اسمي حاتم زغلول، وبعض الإخوة طلبوا مني أن أعمل بعض الفيديوهات أشرح فيها الخلفية والواقع اللي وصلنا، لأن احنا أنا وزميل ليا الدكتور ميشيل فتوش مصري برضو، أن احنا نخترع الواي فاي والأساس بتاع 3G وال4G. فإن شاء الله ربنا يوفقني يعني أعمل بعض الفيديوهات وأكلمكم عن المواضيع دي.